الحمد لله رب العالمين ولي المتقين يحب الصابرين ويحب المتطهرين ويحب المتوكلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين صل يا ربنا عليه في الأولين وصل يا ربنا عليه في الآخرين وصل يا ربنا عليه في كل وقت وحين عدد ما خلق وعدد ما رزق وعدد ما أحييت وعدد ما أمت وارض اللهم عن آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم وفيهم وبينهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد أوصيكم وإياي عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته وأحذركم ونفسي عن عصيانه عز وجل أو مخالفة أمره لقوله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد عباد الله يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بعد أشد ساعات الليل ظلمة بعد ساعة الليل البهيم والظلام الدامس إذا بخيوط من النور تتفجر وإذا بعراك بين النور والظلام وإذا بمنافسة بين الليل والنهار فالنهار يقبل بضوئه رويدا رويدا والفجر يأتي يتهادى متبخترا متجلجلا بأنوار من الواحد القهار ويبدأ الظلام في الانقشاع ويبدأ الليل في الذهاب ويأتي الفجر بضوئه بنوره بسكونه بهدوئه يتسلل إلى الأرض تسللا ويأتي ومعه ترتفع حناجر المكبرين ومعه ترتفع أصوات المؤذنين الله أكبر الله أكبر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم والناس حينها صنفان صنف لا إنساه في فراشه وفي لحافه منكفئ يغط في نوم عميق تنظر إليه تحسبه ميتا وهو كالأموات وإن لم يكن ميتا
ومن هؤلاء الساهين اللاهين من انطلقوا في لهوهم في سهيانهم يضربون في الأرض يمنة ويسرة دون حاجة وتركوا من يقول الصلاة خير من النوم. وهناك صنف آخر من الناس ما بين راكع وساجد ما بين كان وخاشع صفوا أقدامهم في محاريب ربهم وادعوا الفراش وإن كان وثيرا وتركوا النوم وإن كان هنيئا وتركوا لأقدامهم العنان لتقودهم إلى بيوت الرحمن فجاءوا إليها آمنين مطمئنين جاءوا إليها يطلبون مغفرة ربهم جاءوا يطلبون البركة في بيوت ربهم جاءوا يبدأوا يومهم بوقوف بين يدي الله عز وجل يسمعون الإمام وهو يقرأ في صلاة الفجر فتخشع قلوبهم قراءة وما أجملها من قراءة تلاوة وما أحلاها من تلاوة سلوا من صلى الفجر هل تسمع القرآن كما تسمعه في صلاة الفجر؟ لا والله سلوا أهل الفجر سلوهم يا أهل الفجر كيف يكون قرآن الفجر والإمام يقرأ وأنتم خلفه خاشعين آمنين مطمئنين سلوه فإن قرآن الفجر ليس كغيره ولملاه وربنا عز وجل أثنى على الفجر وقرآنه فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هذا قرآن تشهده الملائكة هذا قرآن تشهده ملائكة الرحمن هذه صلاة تتعاقب فيها الملائكة ولم لا وربنا عز وجل أقسم بذلك الفجر فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر أين الناس نظرت في يوم العيد ونحن نصلي صلاة العيد والطرق قد ازدحمت بالناس وليس في المساجد موضع لقدم بل وليس في الصالات الرياضية لمن يصلون فيها مكان لقدم وتفكرت وتدبرت وقلت أين يكون هؤلاء الناس في صلاة الفجر أين يكونوا في أمر أجمل من صلاة الفجر لا والله في أمر أعظم من صلاة الفجر لا والله في أمر ثوابه أجره حسناته عطاياه أكبر من صلاة الفجر لا والله تحسرت ألما وأنا أرى المساجد الكبيرة والأماكن الفسيحة مساجد عظام بنيت في تلك البلاد مساجد ارتفع بنيانها وشمخت حوائطها وارتفع سقفها واتسعت جدرانها وزادت أمتارها وتدخل الكثير منها فلا تجد صفا كاملا في صلاة الفجر أين هؤلاء الناس؟ أين من تكتظ بهم المساجد في الجمع والأعياد؟ أين هم؟ يا أحبابنا عن صلاة الفجر أكلمكم عن فريضة ضاعت بين المسلمين فضاعت أمة الإسلام بسببها عنها أحدثكم عنها أكلمكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطعن في المحراب في صلاة الفجر وقد أدى ركعة من صلاة الفجر أن يفيقوه فحاولوا ونادوا يا عمر فما أجاب يا أمير المؤمنين فما تكلم وهنا تفكروا وعلموا أن عمر هناك شيء يهزه هزة هناك شيء يبدله يوقظه وإن كان في ثبات عميق فهمسوا في أذنيه وقالوا الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين الصلاة عندها أفاق عمر فكان أول ما قال قال أصلى الناس الفجر أصلى الناس أكمل الناس صلاة الفجر قالوا نعم يا أمير المؤمنين قال لهم فهل صليت أنا الفجر قالوا صليت ركعة فقال أتوني بماء
فأتوه بماء وجراحه تنزف وهو بين الحياة والموت وهو الآن يودع الدنيا ويقبل على الآخرة. ما ضر ابن الخطاب إن لم يصلي هذه الصلاة وهو الذي يشهد له محراب رسول الله أنه ما تخلف عن صلاة الفجر يوما. ما ضره وهو المطعون وهو المكلوم وهو الجريح وهو الذي يعاني سكرات الموت إن لم يصلي يوم الفجر. لكن عمر أبى، ائتوني بماء. توضأ والدم يسيل منه، توضأ وقام يصلي فأغشي عليه، فقام يصلي فأغشي عليه، وظل كذلك حتى صلى الفجر. فحمد الله عز وجل، عمر يضرب ضربة الموت ولا يضيع صلاة الفجر. ونحن أصحاب الأرجل البهية، أصحاب الأيدي القوية، أصحاب القلوب الفتية، ونحن أصحاب الصحة والعافية. ودعنا صلاة الفجر، تركنا بيوت الله تشكو حالها إلى الله، تشكو حال قوم ملأوها ساعة في الأسبوع، ملأوها ساعة في الأسبوع في صلاة الجمعة. أما باقي الفرائض فقل ما تقول واختم ما تقول بأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أين الناس؟ تأتي إلى المساجد في الفجر فتقول: أمات الناس؟ أنزلت بهم طامة؟ أنزلت بهم كارثة؟ أنزل بهم وباء؟ أختم الشيطان على قلوبهم؟ ما الذي جرى؟ رجل يتزوج، شاب يتزوج، وفي ليلة عرسه يأتي إلى صلاة الفجر في ليلة العرس. قالوا له: في ليلة عرسك؟ قال لهم: بئس المرأة، مرأة تمنعني أن أصلي صلاة الفجر. هكذا كان وهكذا أصبحنا. رجل به مرض في رجله لا يمشي إلا وهو بين اثنين يحملوه، يبقى عامين كاملين يأتي إلى صلاة الفجر. الغرياني، قالوا الغرياني حجة على من لم يصلي الفجر، يأتي يتهادى بين الرجلين، يحمل بين رجلين حتى يأتي إلى الفجر عامين كاملين. أين الناس؟ أين الناس؟ حاتم الأصم، حاتم لم يصلي الفجر يوما في جماعة. فجاءه أبو إسحاق البخاري يعزيه، جاءه يعزيه، ولو فهم الناس لعزوا الناس في أنهم لم يصلوا الفجر. جاء أبو إسحاق البخاري يعزيه، فبكى حاتم، فقال أبو إسحاق: ما يبكيك يا حاتم؟ قال: تركت صلاة الفجر فجاءني واحد فقط يعزيني، ولو مات ولدي لجاءني أكثر من 10,000 يعزوني، ووالله لمصيبة الدنيا أهون من مصيبة الدين. أن تترك صلاة الفجر أعظم من أن يموت ابنك، أعظم من أن تبتلى في مالك، أعظم من أن تبتلى في عيالك. أقول لكم والله لترك صلاة الفجر أعظم من السرقة. إيه والله، صلاة الفجر يرحمنا ويرحمكم الله. أين الناس؟ إذا صف الناس الأقدام في محاريب رب الناس، أين الناس؟ ألا تعلمون فضل صلاة الفجر؟ ألا تعلمون ثواب صلاة الفجر؟ يرحمنا ويرحمكم الله. اسمعوا إن شئتم، اسمعوا إن أردتم، يا من يتمنى أن يكون من الأبرار، اسمع. إذا توضأ الإنسان في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين ثم انتظر حتى صلى الصبح، كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار. الأبرار وكتب في وفد الرحمن. أتدرون من الأبرار؟ إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. ألا تعلمون ثواب صلاة الفجر في المسجد؟ يرحمنا ويرحمكم الله. اسمعوا، أما ورد إلى أذهانكم؟ أما ورد إلى عقولكم؟ أما دخل إلى بيوتكم وأنتم نائمون وأنتم ساهون وأنتم لاهون؟ هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.
أنعجز أن نقوم الليل كله لربنا؟ هذه عطايا ربكم إليكم، لا تستطيع أن تقوم الليل كله، لا تستطيع أن تقوم ما بين العشاء والفجر لله راكعا ساجدا. صل الفجر في جماعة، يكتب لك ثواب من قام الليل كله. ما الذي ضيعنا؟ ما الذي أخرنا؟ لا إله إلا الله، كم ضيعنا من الأجر والثواب. لا إله إلا الله، كم ضيعنا من رفعة الدرجات. لا إله إلا الله، كم تركنا من مزيد الحسنات. هل تعلم ذلك أو لا تعلم؟ هل سمعت؟ هل علمت أن صلاة الفجر في جماعة تبيحك النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة؟ ما غاية ما تريد؟ ما أكثر ما تتمنى؟ أليس أرفع شيء وأغلى شيء وأعز شيء هو رؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة؟ إن من الناس من تقطعت قلوبهم شوقا إلى رؤية الله يوم القيامة. وأنت بيدك أمر قليل ترى به الله عز وجل يوم القيامة. أما سمعتم؟ أما علمتم؟ أما نما إليكم؟ أما قرأتم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. صلاة الصبح وصلاة العصر تبيحك النظر إلى وجه الله الكريم. يا الله يا الله، حين ترخص السلعة فلا تجد المشتري، حين يرخص مهر العروس فلا يجد الخاطب، لا يجد العريس. أين الناس؟ أين الناس من رؤية وجه الكريم، من رؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة؟ اسمعوا، اعلموا، إن لم تكونوا تعلموا. هل تعلمون أن في يوم القيامة ظلمات وظلمات؟ ظلمات يوم القيامة، يوم القيامة حالكة، ليست كظلمة الدنيا، لا والله. ظلمات يوم القيامة ظلمات شديدة، عتمة القيامة عتمة عظيمة، ليست كعتمة الدنيا مهما اشتدت، مهما اشتدت عتمة الدنيا. القيامة عتمتها شديدة، ظلمتها شديدة. وسط هذا الظلام ترى أناسا جاءوا بنور عجيب، منهم من نوره في إبهام قدره يضيء له حينا ويطفئ حينا، ومنهم من أمامه نور كالنخلة، ومنهم من له نور يضيء كالجبل، كجبل أمامه من نور، ومنهم من نوره أعظم من ذلك. لمن هذا يا رب؟ لمن هذا يا رسول الله؟ اسمعوا اسمعوا، وقولوا هذه لفرشكم، لأسرتكم، للحافكم، قولوا لهم. يقول خير الأنام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هل سمعتم كلاما أجمل من هذا؟ هل سمعتم بشرى أعظم من تلك؟ أعيدها: عل الناس تفهم، عل القلوب تستيقظ، علنا نمسح الران الذي صدى على قلوبنا فأبعدنا عن صلاة الفجر. اسمعوا: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يا من تمشي في الظلام إلى المسجد في صلاة الفجر وصلاة العشاء، أبشر أبشر بالنور التام يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ وما أدراكم ما ظلمات يوم القيامة؟ ألا تحبون النور يوم القيامة؟ امشوا امشوا إلى صلاة الفجر، امشوا إلى صلاة العشاء في جماعة، ينير لكم ربكم يوم القيامة. وما أحوجنا إلى النور يوم القيامة، يرحمنا ويرحمكم الله. يا عبد الله، أتخاف على نفسك؟ أتخشى على أولادك؟ أتخشى على بيتك؟ أتخشى أن يصيبك ضرر؟ أتخشى أن يصيب أبناؤك شيء؟ زوجك، أهلك، بيتك؟ اسمع اسمع إلى أثار صلاة الفجر، اسمع إلى كنوز صلاة الفجر، اسمع إلى عطايا صلاة الفجر. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. الله الله أكبر، فهو في ذمة الله. يا من تصلي الفجر في جماعة، أنت في ذمة الله. أتدرون ما ذمة الله؟ ذمة الله أن تحفظ بعين الله التي لا تنام، وأن تكلأ برعاية الله
الله أيستطيعه أحد من خلق الله؟ لا والله، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، فهو في حفظ الله، فهو في رعاية الله، فهو في أمان الله، لا يستطيعك أحد من خلق الله. اسمعوا إن شئتم، ما غاية ما تتمنون؟ ما غاية ما ترجون؟ أليس أن تدخلوا الجنة يوم القيامة؟ أليست غاية المنى؟ أليست غاية الأمان أن ندخل الجنة يوم القيامة؟ نعم، اسمعوا، يرحمنا ويرحمكم الله قول رسولكم صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. يا الله، أعدها يا رسول، أعدها على المسامع علنا ننتبه. الجنة، عن الجنة الكلام، عن الجنة من نقضي العمر كله لأجلها، في طلبها، سعيا وراءها. غاية الأمان، غاية المنى، غاية الأمنيات. اسمعوا، من صلى البردين دخل الجنة. دخل الجنة، البردين، الصبح والعصر، صلاة الصبح وصلاة العصر. ما الذي ضيعنا؟ ما الذي أخرنا؟ ما الذي عطلنا؟ أين نكون والجنة تنادي؟ أين نكون والمنادي ينادي؟ الصلاة خير من النوم، إي ورب الكعبة، الصلاة خير من النوم، إي ورب الكعبة. صدق من قال: الصلاة خير من النوم. لذلك من السنة أن تقول له: صدقت وبرر. إي والله، صادق من يقول لكم: الصلاة خير من النوم. اسمعوا، ما أشد ما تخافون منه يوم القيامة؟ ما أشد ما تخافون منه؟ أليست النار؟ أليست النار ولهيبها؟ أليست النار وقيضها؟ أليست النار وحرها؟ أليست النار وما أعده الله عز وجل فيها؟ نعم، اسمعوا إن شئتم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار، لن يلج النار، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الله أكبر، صلاة الصبح وصلاة العصر تصليها لا تدخل النار. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ما نفع فينا، ما أثر فينا، ما غير فينا؟ ما زلت تصر ألا تصلي الفجر في المسجد؟ ما زلت مصرا أن تنام عن صلاة الفجر؟ العمل وليس على صلاة الفجر؟ لا، بارك الله في يد توضع على المنبه لتضبطه على وقت العمل لا على وقت الفجر. لا، بارك الله في يد تمتد لتضبط التليفونات والمنبهات والساعات على وقت العمل وليس على قول الله أكبر. لا، بارك الله في تلك اليد. لا، بارك الله في رجل أول ما تسعى عز وجل في بيته في بيوته. نعم يا أحبابنا، ما أثر فينا الترغيب؟ اسمعوا يا من تتركون صلاة الفجر، اسمعوا إلى ما ورد في حق من يتركون صلاة الفجر. صلاة الفجر تركها علامة من أشد علامات النفاق. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. أعيدها: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. أثقل صلاة على المنافقين هي صلاة الفجر وصلاة العشاء، وكان ولا يتركها إلا منافق معلوم النفاق، كما يقول سيدنا ابن مسعود: كنا إذا أتينا الفجر علمنا أنه لا يتركها إلا منافق معلوم النفاق. لا يترك صلاة الفجر في المسجد إلا منافق معلوم النفاق، مشهور بالنفاق، معروف عند كل الناس بأنه منافق. نعم يا أحبابنا، هذا ما قاله نبيكم وهذا ما قاله أصحاب نبيكم. اسمعوا يا من تضيعون الصلاة، اسمعوا، الجزاء غية وما أدراكم ما غية؟ غية واد في جهنم،
تستعيذ بالله جهنم كل يوم 70 مرة منه. اسمعوا قول ربكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا هذا الوادي الذي تستعيذ جهنم بالله عز وجل منه كل يوم 70 مرة. لا يحركنا هذا؟ لا تريدون أن تبعدوا عن غيه؟ لا تريدون أن تخرجوا من هذا المثمار وتكونوا في أهل السبق والإيمان؟ يا من تضيع صلاة الصبح كاملة لا في البيت ولا في المسجد، اعلم أن الشيطان يبول في أذنيك. أذنك مبولة الشيطان، أذنك مرحاض الشيطان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل لا يقوم من نومه حتى تشرق الشمس، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. أتحب أن تكون هكذا؟ لا أحبابي، أختم فأقول لكم: ماذا تحبون من الدنيا؟ ماذا تريدون من الدنيا؟ قصورها، أنهارها، جبالها، أشجارها، بحارها؟ تريدون القصور البهية والمراكب الوطية، النساء الجميلة، الغلمان الذين أودع الله فيهم من الحسن والجمال؟ ما أودع! هل تريد كل هذا؟ ما رأيك أن أعرض عليك أكثر من هذا، أعظم من هذا، أعظم من حمر النعم، أعظم من المال والجاه، أعظم من السلطان، أعظم من القصور والدور والسيارات والمركبات؟ اسمعوا إلى سنة الفجر. سنة الفجر ليست فريضة الفجر، السنة. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. تعرفون هذا الحديث؟ سمعته كثيرا منكم. نعم والله. لكن ما حرك قلوبكم حين يقول المنادي الله أكبر؟ أين تكون أكبر من هذا؟ السنة فيها أعظم من الدنيا وما فيها. قد تتساءلون: يا رسول الله، حدثنا عن السنة أنها خير من الدنيا وما فيها، فلماذا ما حدثنا عن الفريضة؟ أتدرون لماذا؟ لأن العقول لا تستوعب أجر الفريضة. إذا كانت السنة أعظم من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضة؟ يرحمنا ويرحمكم الله لو قال: ما استوعبنا، ما فهمنا، ما استطاعت عقولنا أن تصل إلى ذلك. فيا حبيبي، أشهد الله أني أحبك فيه، أشهد الله أني أحب الخير لكم كما أحبه لنفسي. لا تتركوا صلاة الفجر. الله الله، بيوت الله تبكي على الراكعين والساجدين في صلاة الفجر. إن من المساجد من لا يكتمل الصف الأول فيها في صلاة الفجر. يا أهل الجمعة، يا من ملأتم المسجد وفاض بكم وصلى الناس خارج المسجد، أين تكونون في صلاة الفجر؟ أليست فريضة؟ أليس لها كل ما ذكرت لكم من الثمر؟ أليست سببا في دخول الجنة؟ أليست سببا في النجاة من النار؟ أليست سببا في رؤية الواحد القهار؟ أليست سببا في أن تكتب من الأبرار؟ لماذا ضيعنا؟ لماذا ضيعنا؟ أمتنا لم تعز، لم تعز بعد الذل، ولم تقوى بعد الضعف، إلا إذا أصبح عدد المصلين في صلاة الفجر كعدد المصلين في صلاة الجمعة. عندها نستحق نصر الله، عندها نستحق كرم الله، عندها نستحق العزة بعد الذل. أسأل الله العلي القدير ألا يحرمنا وإياكم صلاة الفجر ما بقي من عمرنا في بيت من بيوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله أنكم موقنون بالإجابة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله المنعم على سائر البشر، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من صلى وصام وقام وصبر. صل يا ربنا عليه في كل وقت وحين. اللهم ارض عنه وعن آله وصحبه والتابعين أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته. اتقوا الله فإن تقوى الله أمان من كل خوف،
اتقوا الله فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. عباد الله، البركة في صلاة الفجر، الرزق في صلاة الفجر، أما قال نبيكم بارك الله لأمتي في بكورها لأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أخبرنا حبيبكم وقد أيقظ أمنا عائشة وقال لها قومي أيتها الحميراء فهذه ساعة يقسم الله فيها الأرزاق، أما كان الصحابة يوقظون أبناءهم أهليهم لأنها ساعة البركة، لأنها ساعة الرزق، يرحمنا ويرحمكم الله. قوموا قوموا فصلوا الفجر، خاصة في هذه الأيام التي فيها صلاة الفجر متأخرة، صلاة الفجر السابعة إلا قليل، إلى متى ننام؟ إلى متى ننام؟ كانت رابعة إذا أرادت أن تنام نفسها تريد النوم، تقول لها يا نفس السوء قومي استيقظي فغدا تنامين نومة صبحها يوم القيامة. أما سمعتم عن قوم ناموا فلم يستيقظوا؟ أما سمعتم عن قوم ناموا فجاءوا يوقظوهم فوجدوهم مع الأموات أمواتا؟ تخيل نفسك وقد متها بالميتة، لكنك مت على نية أنك ستقوم تصلي الفجر في جماعة في المسجد، ضبطت منبهك على صلاة الفجر وأنت نائم بنية أن تقوم لصلاة الفجر. تخيل، ثم تخيل أنك ضبطت منبهك على وقت بعد شروق الشمس، على وقت لا صلة له بصلاة الفجر، ثم مت من ليلتك هذه، فكانت اللحظة التي ترفع فيها رأسك في يوم القيامة. كيف يكون الحال؟ كيف يكون ورودنا على رب العالمين؟ أمة الإسلام، أمة الإسلام، أما يحزنكم ما يجري لإخوانكم في كل مكان؟ أما يحزنكم ما يجري لإخوانكم في فلسطين وغيرها من بقاع الأرض؟ نحن سبب لأننا ما ملأنا المساجد في صلاة الفجر. يوم تملأ المساجد في صلاة الفجر يأتي فرج الله، يأتي نصر الله، نحن سبب في معاناة كل من يعانون في هذه الأمة. أما أثرت فيكم الدماء التي تراق في كل مكان؟ أما حركتكم الأعراض التي تنتهك في كل مكان؟ تعالى وصل الفجر وادعوا لهم دعوة في صلاة الفجر أن يرفع الله ما نزل عنهم من البلاء. لأجل ذلك أحبابنا، حتى نكون عمليين ولسنا كلاميين، حتى نكون تطبيقيين إن شاء الله، أدعوكم أدعوكم وأدعو نفسي إن شاء الله معكم يوم الأحد القادم أن نصلي الفجر جميعا في هذا المسجد إن شاء الله. يا أهل الجمعة كونوا من أهل الفجر. كثير منا يتعذر بالعمل، يقول لك والله أنا أشتغل قبل الفجر. طيب يا حبيبي في الله، أين تكون يوم السبت والأحد؟ عمل أيضا، عذر غير مقبول، ورب الكعبة غير مقبول. لو أردت أن تصلي لصليت، ولو نويت أن تصلي لصليت، ولو أحببت أن تصلي لوجدت لنفسك مئة حل، لكننا ننتظر مشاورة من الشيطان يقول تعالوا نأتي إليه. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يوم الأحد إن شاء الله نصلي جميعا درس الليلة، نؤجله إلى الأحد فجرا، نأتي بمشيئة الله من بيوتنا متوضئين، ثم نأتي إلى بيت الله عز وجل، نصلي ركعتين، ركعتين سنة الفجر، هذه خير من الدنيا وما فيها، ثم ننتظر صلاة الصبح إن شاء الله، نصليها جماعة مع الإمام، وعندها تعلم أنك كتبت من الأبرار، وعندها تعلم أنك لو مت لن تدخل النار في يومك هذا، وعندها تعلم أنك إن مت تدخل الجنة إن شاء الله، وعندها تستبشر بنور الله يوم القيامة، وعندها تعلم أنك في حفظ الله، في أمان الله. ائتوا بأبنائكم، ائتوا بأزواجكم يوم الأحد، تعالوا صلوا الفجر هنا، عودوا أولادكم على صلاة الفجر، احملوهم إلى بيوت الله في هذه الساعة المباركة. من يدريكم، من يعلمكم، قد تكون هذه الصلاة بأبنائكم سببا في البركة في أبنائكم، قد يكونون بها هداة مهتدين، صالحين مصلحين إن شاء الله، على بركة الفجر تصيبهم. سنصلي الفجر معا هنا ان شاء الله، ثم يكون لنا درس
حول الأسباب التي تعيننا على صلاة الفجر. كيف أستطيع أن أصلي الفجر؟ ما الذي يعينني على أن أصلي الفجر؟ وبعدها نعمل أذكار الصباح إن شاء الله، وأحدثكم عن فضلها إن شاء الله أذكار الصباح. ثم نبقى في المسجد حتى تشرق الشمس، نذكر الله عز وجل، وبعد الشروق بخمس عشر دقيقة نصلي ركعتين من صلاة الضحى. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: عمن يفعل ذلك انقلب بحج وعمرة تامة. أعيدها: انقلب بحج وعمرة تامة. الآن الحجيج يأتون، قد يكون حاج لم تقبل حجته، قد يوجد حاج ردت عليه حجته، قد يأتي حاج حجته ناقصة. أما أنت بساعة في المسجد انقلب بحج وعمرة، قال حبيبكم تامة، مقبولة غير منقوصة إن شاء الله. فإن شاء الله موعدنا يوم الأحد في صلاة الفجر لنحقق كل ما قلناه. كفى كلاما، والله نصعد المنابر أحيانا فنقول ما عاد كلام يقال، نريد العمل، آن الأوان أن نعمل. فيا أحبابنا قد بلغتكم، وأشهد الله على ما بلغتكم به. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وإني داع فأمنوا عنها ساعة إجابة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اجعل اللهم جمعنا جمعا مرحوما، واجعل اللهم تفرقنا من بعده سائما معصوما. لا تدع اللهم فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعلنا من أهل الفجر، اللهم اجعلنا من أهل الفجر، اللهم اجعلنا من أهل صلاة الفجر. اللهم اجعلنا إذا قال المؤذن والصلاة خير من النوم نكون في بيت من بيوتك يا رب العالمين. اللهم إن حبيبك قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. اجعلنا من أهل النور يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم إنك قلت: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إن حبيبك قال: لن يلج النار أحد صلى قبل الصبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فاجعلنا منهم يا رب، حرمنا على النار يا رب. اللهم ببركة صلاة الفجر حرمنا وأبناءنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا على النار يا رب العالمين. اللهم إن حبيبك قال: من صلى البردين دخل الجنة، فاجعلنا من أهل البردين يا رب العالمين، اجعلنا من أهل جنات الفردوس يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا وعدنا أننا إذا توضأنا في بيوتنا وأتينا فصلينا ركعتين ثم انتظرنا صلاة الصبح ثم صلينا الصبح في جماعة أن تكتب صلاتنا في ذلك اليوم مع صلاة الأبرار، فاجعلنا في صلاة الأبرار، اجعل صلاتنا في صلاة الأبرار، اخبرنا أننا نكتب عندها في وفد الرحمن، فاجعلنا في وفدك يا رحيم يا رحمن، اجعلنا ممن يفلون عليك في اليوم مرتين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، تجاوز عما مضى من عمرنا. اللهم إنا نشهدك ألا نضيع صلاة الفجر بعد اليوم إلا لأمر شديد لا نستطيع معه الحضور لها، ونسألك أن تغفر لنا ما مضى من عمرنا، اغفر لنا تقصيرنا في حق صلاة الفجر وفي سائر الصلوات يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك ألا نفتح معك صفحة جديدة نملأها بصلاة الفجر في جماعة، فاشهد اللهم على ذلك وأعنا عليه بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. لا تؤاخذنا بدماء المقتولين والمجروحين، ولا تؤاخذنا بأعراض من انتهكت أعراضهم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بدعاء المظلومين ولا اليتامى والأرامل والثكالى يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك أن لا نحرمهم دعوة في صلاة الفجر يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا وعليك إجابتنا، هذا جهدنا وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واسألوه يعطيكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.